أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فضلت الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أهلا بحضرتك معانا ومنورنا. وما هو البر؟ هل هي الجنة؟ هل هو الثواب الأعظم؟ إيه هو البر؟ في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين شرفا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. البر، حضرتك ذكرت آية عظيمة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة آل عمران، إذ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. علشان نبدأ نفهم معنى الآية نقسمها كده الأجزاء. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر، فالسؤال اللي حضرتك طرحتيه إيه هو البر؟ البر كما قال أهل التفسير ليه عدة آراء، في عدة تأويلات. التأويل الأول، البر مطلق أفعال الخير، فأي شيء يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يسمى برا، فسواء كان قليل أو كثير، سواء كان إطعام، سواء كان سقي ماء، سواء كان إن أنا بساعد وبستر مسلم بسقف أو غير ذلك، كل ده اسمه بر. كويس؟ طيب، دي يعني فعل الخير، فعل الخير ده بر، فأنا مش هنال فعل الخير. بمعنى لا، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، يعني لن تنال الدرجة في فعل الخير حتى تخرج مما تحب. فأنا النهاردة علشان أخذ ثواب الإطعام أعمل إيه؟ هخرج من الإطعام. طب هخرج من الإطعام من مطلق الإطعام ولا الإطعام اللي أنا بحبه؟ فأنت علشان تاخد الثواب ده اللي هو البر الخير تنفق مما تحب، فهو ده المعنى على القول الأول. القول الثاني الجنة. يعني لن تنال الجنة حتى تنفق مما تحب، وده في الحقيقة إن كان معنى كويس إلا إنه ممكن يكون معنى مفزع شوية. ليه معنى مفزع؟ لأنه هيترتب علي إن أنا أعالج نفسي من مرض اسمه حب التملك. حب التملك لو أنا بحب شيء معين ومقدرش أخلنا، مثلا على سبيل المثال لو أنا بحب الجبة اللي أنا لابسها ديت فما أحبش حد تاني يظهر بيها، صحيح، ده اسمه حب تملك. أعالجه إزاي؟ انك تنفق مما تحب. وبالتالي اي شخص عنده مرض حب التملك يعالجه من الجزئيه دي، انك تعرف انك مش هتصل الى الجنه الى ثواب الله سبحانه وتعالى الى هذه الدرجه العظيمه لغايه ما توصل انك تنفق مما تحب. وهنا حتى معنى الغايه، حتى هنا بمعنى انك تصل، يقول لك ذهبت من حتى، فحتى هنا تفيد الغايه. فحتى تنفق مما تحب هتصل للجنه، هتنال الجنة. فده المعنى الثاني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا درجة الجنة حتى تخرج وتنفق مما تحب. الأمر الثاني، وده من كرم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رحيم، يعلم حال الفقراء ويعلم حال الأغنياء ويعلم حال النفوس، النفس البشرية نفسها. وبالتالي ربنا بيوضح ده في آية عظيمة جدا، بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي عارف انت نفسك جواها ايه. فعلشان ربنا عاوزك تتصدق وتفتح الباب دوت، ممكن يكون عندك مرض شح فبقول لك حتى تنفق، ما قالكش قليل ولا كتير، لان الناس بتتفاوت. في واحد بيخرج مما يحب بكتير جدا، وواحد مما يحب على قدر وعنده لسه في شوية في النفس. فربنا من لطفه بعباده تركها مطلق، فده احنا بنسميه مطلق مش مقيد، حتى تنفقوا مما تحبون. طب نيجي بعد كده يقول ايه بقى؟ وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. نكره. ايه معنى النكره؟ تفيد العموم، اي شيء قليل، كتير، صغير، كبير، طعام، صدقه، دعاء، زياره مريض، زياره مرضى، انك تعالج، كل ده يدخل في معنى الايه وما تنفقوا من شيء فان الله به ايه؟ ليه العليم؟ ليه؟ لانه يعلم خفايا النفس. هو انت اخرجت من اللي بتحبه ولا لا؟
لان كل واحد فينا بيدعي ان هو بيخرج على فكره مما يحب. والله ده انا كان عندي مش عارف. وعليم بالنيه وعليم بكل شيء يعني. صحيح. هو رياء ولا هو تقربا من ربنا سبحانه واخلاصا. صحيح. فهنا فكره العلم بالله سبحانه وتعالى العلم مطلق يكشف. هو عارف اللي في نيتك. انت اخرجت زي ما انت بتدعي انك من اللي بتحبه ولا لا. وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. نيجي بقى اخد حضرتك لنقطه تانيه جميله جدا. صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبقوا المنهاج النبوي زي عارف حضرتك اللي بيطبقوا لك زي ما بيقول الكتاب. أيوة. هم دول اللي كانوا بيطبقوا زي ما بيقول الكتاب وزي ما بتقول السنة. لو جينا شفنا صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هنلاقي نماذج عظيمة جدا في تطبيق الآية دي. هنذكر نموذجين لو الوقت يسمح. أول نموذج معانا سيدنا ابن عمر. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر ابن الخطاب سيدنا عبد الله يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان بيعمل ايه؟ الآية دي بمجرد ما نزلت بقى يشوف أي حاجة يحبها وينفق منها. لدرجة ان هو كان بيحب جارية عنده. وكان عنده عبد مملوك اسمه نافع. عارف حضرتك ممكن تكوني سمعتي نافع مولى ابن عمر. هو نافع ده من على فكرة من الفقهاء المعدودين في المدينة. فكان نافع ده كان مملوك يعني كان عبد. وكان سيدنا ابن عمر عبد الله ابن عمر كان بيحب جارية. عمل ايه بقى؟ راح علشان هو بيحبها اعتقها وزوجها لنافع. خدها. شوف الدرجة توصل لفين. مش ان هو بقى يروح يقتلها ولا يروح مش عارف ايه زي ما احنا بنشوف حب التملك. هو ده مرض. لا ده هو بيعالج المرض اللي عنده بالإنفاق. لا خدها هي حرة في سبيل الله. تزوجها أنت. نافع نفسه مولى ابن عمر كان سيدنا ابن عمر بيحبه جدا أعتقه في سبيل الله. في مرة من ضمن المرات سيدنا ابن عمر بردك في عمل حركة لطيفة جدا كان بيعمل رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بهم يا رب وبسبيلهم وبضربهم. فكان في مرة اشترى عبد بأربعين ألف درهم. ده مبلغ ضخم. فاشتراه. وبعد ما اشتراه هو اشتراه علشان حبه وعجبه. انفقه في سبيل الله. ده ضيع ده جاب كده وراح انفقه على طول. ايه ده 40 الف درهم راحوا فين؟ فتخيل العبد يقول له ايه؟ يقول له وكيف اعيش؟ انا كنت عندك عبد انا باكل وبشرب واويني طب انا اعيش ازاي؟ فاعطاه 40 الفا. اداله كمان 40 الف. في مره من المرات كان بيعمل حاجه غريبه جدا سيدنا ابن عمر فعلا يضرب بيه النموذج للايه دي. كان لما يجي يصلي يشوف حال العبيد. اللي يحسن في صلاته يعتقه في سبيل الله. أيوه. لدرجه واحد قال له ايه انهم يخادعونك. كانوا هم العبيد عايزين يتحرروا. يخرجوا من العتق والرق ده. فكانوا اول ما يشوفوا راح يصلي راحوا رايحين يصلوا ورا. عارف حضرتك الاولاد الصغيرين لما يروح عند ابوهم فعاوز يجيب له حاجه كويسه فيروح يصلي في الجامع ويلتزم. فكانوا العبيد كده مع سيدنا ابن عمر رضي الله عنه. فكان الناس تقول له خلي بالك دول بيضحكوا عليك. فقال لهم كلمه رائعه نعمل بها في هذا الوقت مع الناس. قال من خدعنا في الله ان خدعنا له. اللي يضحك علينا وبسبب ويقربنا من ربنا بسبب الخداع ده مفيش مشكله نخلينا معاه لغايه الاخر. من خدعنا في الله ان خدعنا له. فده سيدنا ابن عمر. نيجي لنموذج تاني سيدنا ابو طلحه الانصاري وده عجيب جدا. سيدنا ابو طلحه الانصاري رضوان الله عليه كان عنده بستان اسمه بيرحاء. البستان ده كان قدام المسجد النبوي. وكان سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعدي من البستان ده. وكان في ماء عذب. سيدنا النبي بيحب يشرب من الماء الطيب من هذا البستان. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذهب أبو طلحة الأنصاري وقال له يا رسول الله لقد سمعت هذه الآية وإن بيرحاء في سبيل الله. البستان كله. البستان كله. 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 فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له اجعلها في قرابتك. خلي حد قريب ليك يعني حد قريب. فاداه لاولاد عمامه. ما هو خلاص الصدقه خرجت في سبيل الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على فكره عايز يعظم له كمان الاجر لان الاقربون ايه اولى بالمعروف. فياخد درجتين صله الرحم صله الرحم فيها صله. ودي من الحاجات اللي احنا بنقولها للناس على فكرة اللي بتقلب بين القلوب تهادوا تحبوا. لو حد قريبك زعلان منك ولا كذا اديله هدية يا سيدي من باب الصدقة. فباب عظيم جدا. وجدنا صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقوا هذا المعنى المهم في هذه الآية. ليه؟ لعلاج النفس.
علاج الشح وعلاج حب التملك. فكل انسان عنده مرض حب التملك ده نقول له على فكره عالج نفسك من هذا، يعالجه بكده. صحيح. زي ما كده يعني الزواج حله الصيام او كذا، فاعتقد انه الطمع او الجشع حله صحيح انه الواحد يخرج فلوس يعني عشان يخرج الدنيا من قلبه برضه. صحيح. وانه مش القيمه الحقيقيه مش في الشيء المادي اللي في ايده، هو القيمة انه هو يبقى راضي او ويبقى مبسوط والفلوس مش معاه. يعني برضو دي يعني ما يحسش بحلاوتها غير الناس اللي جربوا انه يبقى معاه مبلغ من المال فيطلع مثلا مبلغ كبير. ف يعني يعرف بقى انه وهو مبسوط وهو بيطلعه مش متقدر مش متضايق وهو بيطلعه. احنا شايفين صور المحطات التحلية من الداخل، وهي الحقيقة تكلفتها كبيرة عشان كده أكتر من حد يقدر يشترك فيها، لكن على قدر التكلفة والوسع والكبرى على قدر بقى المنفعة اللي هتعم ناس كتير. صحيح. وقرى كثيرة هتستفيد بيها مية نظيفة يعني كتير أكتر من فكرة البير يعني. صحيح. وذلك تطبيق فكرة محطة التحلية اللي حضرتك شايفاه والسادة المشاهدين هو بالفعل تطبيق حرفي لمعنى قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو انا سالت حضرتك دلوقتي، حضرتك تحبي تشربي ماء من البير ولا ميه من محطات التحليه؟ هتقولي لا، محطات التحليه اكيد. ليه؟ أفضل. عشان انقى وانقى واعذب. يبقى اذا انا لو انا عايز اشارك هشارك في محطه التحليه. ودي على فكره دايما احنا بنقول للناس، ما هو لو واحد عاوز يعمل بير موجود، لكن لو انت عايز تاخد ثواب افضل تصدق بمثل هذه المحطات، شارك فيها. وطبعا علشان فكرة التكلفة، جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا عملوا فكرة المشاركة طبعا. ان احنا ممكن نبقى جروب كده، مجموعة وناس عاوزة، كل واحد والده توفي او والدته، فخلاص يا جماعة يلا نشارك ونعمل محطة تحلية. واحنا بقى بنتكلم في فكرة محطات التحلية اللي ثوابها عظيم عند الله. احنا في ايام خير. صحيح. احنا ما ننساش ان احنا لسه في ايام ذي الحجة العشر الاوائل اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا قبل كده، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هنا في معلومة مهمة جدا، هو أنا عرفت أن أنا في أفضل الأيام. وفي رواية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا. أيوه. أيام الدنيا كلها العشرة دول. طب أنا عرفت أن دي الأيام اللي أقدر أعمل فيها العمل الصالح، مين أحب الناس إلى الله؟ ها؟ مين أنفعهم للناس؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده لما سئل من أحب الناس إلى الله؟ قال أنفعهم للناس. طيب إحنا هنيجي في الأيام اللي ربنا بيحب فيها العمل الصالح، وهخلي نفسي عبد ممن يحبهم الله. ومش بس كده، ده أنا هعمل الأعمال اللي ربنا كمان بيحبها. فشوف حضرتك الفضل العظيم. اخترت الوقت اللي ربنا بيحبه، واخترت العمل اللي ربنا بيحبه، وخليت نفسي عاوز ادخل في زمرة المحبين لله سبحانه وتعالى. طب ايه هي بقى الاعمال؟ قال لك سرور تدخله على مسلم. واكيد حضرتك شفت السادة الناس الاحتياج، يعني لما عملنا لهم فكرة المحطات. صحيح. الفرح والسرور طبعا. واحد بدل ما كان بيمشي عدة كيلوهات، النهاردة انت كشفت عنه كربة. وسيدنا قال لك سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة. ومن كشف عن أخيه كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حاجة قبل بقى ما ننتقل، الفكرة دي كان بيقولها أحد السلف. احنا في أيام مغفرة، وصح كان أحد السلف يقول حاجة جميلة، يقول لك من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. ندخل بقى على الأضحية وصك الأضحية، وبقالنا هو يعني العد التنازلي بدأ، ويعني خلاص يعني قربنا على أنه يعني اللي مش هيلحق بعد كده ممكن يندم. صح. وبعد كده يقول يا ريتني كنت طلعت، يا ريتني كنت دفعت، يا ريتني ما الفلوس كانت موجودة، بس أنا أصل إحنا مسافرين فهيبقى معانا شوية فلوس زيادة للسفر، أو مثلا مش هتقضي أو كذا. فانت تقول للناس دي ايه؟ هقول لحضرتك فكره صك الاضحيه. اولا بيعالج حاجات كتير جدا، اهمها اللي ما لحقش يشتري اعزكم الله حاجه من الانعام، سواء كان جمال او بقر او كذا، يستطيع ان هو يشارك بصك الاضحيه. واحنا عندنا المده معلومه مفتوحه لغايه رابع يوم العيد اللي هو ثالث ايام التشريق لغايه المغرب، غروب خلاص الموضوع انتهى. ففي طول الفترة دي تستطيع انك تشارك بمسألة الصك، لانك انت ممكن تكون مسافر ملحقتش تجيب، ممكن تكون انت ما بتتبحش فالناس هتتولى عنك، فالباب واسع.
الجزئية المهمة اللي حضرتك طرحتيها فكرة أصل أنا مسافر وأنا أولى بالفلوس. احنا بنتكلم دلوقتي عن فكرة معالجة النفس البشرية، دي شعيرة من شعائر الله، وبالتالي لا ينبغي للإنسان القادر، واحنا هنا بنتكلم عن التمسك بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحتة دي معلش انا برضك لا بد ان ابينها للناس يا جماعة، الأضحية من شعائر الدين طبعا، من شعائر ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اطلق عليها ذلك، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ففكرة ان انا اجي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام اللي هو بيحب أصلا منك العمل الصالح فيها فكرة الأضحية، يبقى أنا بعالج لك نفسك البشرية اللي بتقول لا ده أنا سافر واتمتع واتبسط أولى من أنا أضحي. لا، أضحي واعمل الشعيرة بتاعة شعائر الإسلام. طب أنا ما بتبحش، خلاص تفضل حضرتك شارك بالصك، لأن الباب ده في باب عظيم جدا الناس تغفل عنه، فكرة الإطعام. هو احنا ليه غافلين ان فكرة الأضحية مش بتتعلق بس بمسألة شكلية اللي هي من شعائر الإسلام؟ لا، ده بتتعلق بشكل جوهري ان احنا بنوصل للناس الطعام طبعاً الذي يحبون. هو في حد بيحب بعيد لحمة زي ما بيقولوا؟ صحيح. والفقراء مستنيين اللحوم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فجعلها سنة مؤكدة على عباده، واللي بيجيبها على فكرة يغفر له ذنبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، يغفر لك لك، كان في نص الحديث بتاع السيدة فاطمة، فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها، قطرة دم هيغفر ليه إيه؟ ذنوبك. فأنت النهاردة لما بحطك في معيارين، معيار إن أنت تغفر لك الذنوب قصاد إن أنت تضحي وتعمل حاجة للفقراء وتعمل حاجة للمساكين، هتختار إيه؟ هتقول لا أنا مش شرط إن أنا يعني تغفر ذنوبي. في حاجة مهمة، ناس ممكن تعتمد على فكرة الصيام بتاع يوم عرفة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، بس ممكن ما يكونش يتقبل منك على فكرة ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. ان انت بعملت الموضوع ده مش خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فطب ما هو ممكن يتقبل منك دي، وبالتالي دايما القاعدة الأساسية ان المتعدي افضل من القاصر. فلا، احنا نضحي، مش هنضحي بنفسنا، نشارك بمثل هذه الصكوك لإيصال الطعام للفقراء والمحتاجين وإدخال السرور عليهم. طبعا كنا ذكرنا بقى اكتر بقى من حاجه، يعني حاجة حتى لما قلت ان احنا يعني بنعمل ثلاث حاجات، بنستغل الايام الصالحه، بنعمل عمل يحبه ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، وبنعمل شيء احنا نحبه اللي هي لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون. كمان ده احنا بنعظم شعائر الله، صحيح، بندخل السرور على قلب الناس. صحيح. يعني هل يجوز اننا ناخذها باكثر من نيه؟ انه يا رب انا عايزه ثواب، انا طماعه، انا عايزه ثواب تعظيم شعائر الله، انا عايزه ثواب ادخال السرور على قلب الناس، انا عايزه ثواب الاطعام. صحيح. وثواب الاطعام ده بقى حاجه عظيمه جدا، يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. في معنى كمان جميل للي حضرتك ذكرتيه، كشف الكربة. ناس كتير من حضرتك ممكن تكوني شفتيهم او الساده المشاهدين هو مش لاقي يجيب لحمه. والله في ناس كده ويجي قدام ولاده يبقى مكسور مثلا، او شوف انت حضرتك جبرت بالخاطر ازاي. والله اقسم بالله قد يغفر لك الله سبحانه وتعالى كل الذنوب الصغير والكبير ما لم تتعلق بحقوق العباد بسبب ان انت جبرت خاطر واحد فقير قدام عياله وعملت الأضحية دي لله سبحانه وتعالى. اتقي النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة، فتخيل ان انت تدخل السرور او تكشف عنه كربة او تسد عنه جوعا. فكل النيات دي موجودة. وذكر علماءنا كانوا يقولوا لنا كده، يقول لك لما تخرج من بيتك الصبح كان عد النوايا، عدد في النوايا. وانا خارج رايح اعمل ايه؟ انا خارج النهاردة علشان اقضي مصلحة. وخارج النهاردة هأمر بمعروف، وخارج النهاردة هنع عن منكر، وخارج النهاردة هصلح بين الناس، وخارج النهاردة هتصدق، وخارج النهاردة هصلي في المسجد لو استطعت، وخارج النهاردة أقول كلمة طيبة للواحد، وخارج النهاردة هساعد واحد لو لقيته محتاج. إيه ده؟ إني يدي عد بقى. عد. طب افرضي حضرتك أنت خرجتي ونويتي، ده اسمه عزم، لأن الحتة دي مهمة عند الناس، إحنا بنعزم على فعل الخير. من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. صحيح. فأنت خدت كل النيات ديت حتى وإن لم تفعلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يا رب القبول في مثل هذه الأيام الصالحة. أمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد السلام عبد المنصف، بشكر حضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.